بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ولي كتابك منهج الوصول إلى علم الأصول، بابك هو الرئي مقدمات كهبان كشرني فصل كيس صدح هذا قدام بي فصل كاس حكاكم ناتدوا مسألة الشنات بين الشجون عشر كانوا قبل العبانية. المسألة الخامسة، مسألة الشنات، وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنها جزء فالدال عليه يدل عليها بالتضمن. مسألة ما حيكون صعب سنتهاي والله غها الله إياه. سؤال شاه مسؤال بمرنا الله ديغا مرنا سيكون سؤال هين لجزمين يا الله ديغا. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ الشرع هو حكو أمره وحكك حكى لما كاره يا بي. مسألة وهي مسألة لا جهل ليها، بمعنى لفظا دلالة أمر كيه صلاة تكلا جيري هتكن إنما ككمد با هالكعبة هالكاس إسكو قبتين من معنى هان لا إسكو ما هيو إن وحي الشرع والسماء كجيري كتجتان كيسة ودمبية لا إسكو ما هيو، لكن لفظ يعني أمر كاه دلالة لفظية مرية هاي وضد المأمور إنه من هي هاي اللفظية مية دلالة سواء معنوية. مؤلف كالكا محوكو تقي يساوي يا رجل ميدا إلى أمر بالشيء نهي عن ضده لفظ دلالة لفظية تيب الرواه الدواء إنه دود ديسة صوبا لغو سيبي دلالة لفظية كل نقطي يرواه إنه صوبا لغو هذا اللفظ أمر لغا عبره يوجوه هذا لغا عبره نتيجة اسكم دواه مرنا أمر بيكا عبران مرنا وجوب بيكا عبران. وجوب الشيء الشيء واجب التان كيسو يستلزم وحو لازمين إياه ومعنه سكمن قنا إياه حرمة نقيضه. وجوب كيحي النقيض كيساها وكتاقتان كيسا لأن وجوبك ولزوم الفعل ترك جيب عن نقيضه بولازي حرمة نقيضه نقيضه ترك إنه حرام يهيب اللازمين إياه سيدا يقول لازم يواسي ذا لأنها حرمته لأنها نقيض كان حرمته كان حرام تنمو بيا جزءه جزء الوجوب هاي هلا مسألة هو وجوب مركان نراحنا أما الطلب كواجب كمركان كهر لأنه محا طلب واجب مركان لإلا ذو لما جزء بوليه مركب من جزئين واي طلب الفعل والمنع من الترك واي بكوبية صلي مركا لو يرى هذا مروح وكاد البنايا لفظي قاسي إنات سميسو تكتو سلام مركا روح وكاد البنايا إنا لنكتغن مركا وجوبك وحقيقة مركبة من جزئين واي طلب الفعل والمنع من الترك هذا طلب الفعل جينا وجوب ويه منع من الترك النقيض كيوي حقيقة الوجوب مركا وحقيقة مركبة لبذا جزك كوبن شيء قنا وحوق نبتي سؤي تمادا مركي أجزادي سؤي كاملين كونه جزئية وكتصي على طلب الفعل وجزء وجوبك كمدة منع من التركنا وجزء وجوبك كمدة لوضع مدود هدير ليلة الدلالة وتضمن لوضع ذو مركي سيبادان الدلالة ومطابقة وعليه لفظ غري مركي لبدا جزء كامل يهين وجوبك طلب الفعل جزك يمنع من الترك مركي وضع الصعدان دلالته على الوجوب ومطابقة دلالته على التركنا على المنع من الترك والتحريم أهنا وتضمن وحين كتمت إن حقيقة وجوبك مركبة من جزئينتها بس راس الربع إنه كو قرر مرك حلي وجوب الشيء شيء واجبتان كيسو يستلزمه لازمين إياه حرمة نقيضه نقيضك حارانتين ويسو ترك الوجوبة
لأنها حرمضاس نقيل كيتمنع من الترك ذيه جزء جزء الوجوب واي حقيقة ذي مركبة الذي جمد كم ذوي فدال كتصي عليه على الوجوب يدل وتصي عليها على الحرمتنا بالتضمن بوكو تصي رأي مؤلف كأنه قاتي فقهاء الأصوليين تقاركضوا حيكسوا قوريان أكثر أصحاب الشافعي خلافا للمؤلف ويسوى عكس يتكسوا قورين دونه وأنا رأيي قاعد كنت أجان فخر الدين الرازي أتباع ديسا سيف الدين الآمدي يرك بضان والله ماذا سلعة سي كنت أجان والدلالة ذا أمركو يوجوبكو النهي عن ضده تحريمك أو كتوسي والدلالة اللفظية فرقهم حوية هو دحية من نوع مطابقة من نوع تضمن قالت المعتزلة وحيتري يو أكثر أصحابنا أصحاب تيادة الشافعية بضان كود يو حيدهن أكثر أصحاب الشافعية محي قبان وليسو خلاف سيئة قراضي هوري الرأي قاقبتي التقرير اللي سقار كودو حيكسو قورينا إيان إن أكثر الشافعية ساقبان شيخنا لكن أكثر الشافعية انت معتزلة دي بسرعية وحيد هم بيري الموجب كان واجبي واجب كطلب كيسر كيمت طلبي قد يغفل إنو هالمانسان يهوي مسكحي سوا كبحسان توسان كبرا ركسانين بعد عكرتا عن نقيضه نقيل كيس مركو وحن سمي كلية هاي نهي عن ضده إنو سنكوه برارو سنين بعد عكرة وعليه هدي الدلالة اللفظية تهي وكو برارو سنان لها وانا اختيارك غزالي يا إمام الحرمين يا رجل مدى ركاسة ركسي فعن وقلت شابين كبارتي يا شاعري دي شافعي ذو قلت شابين بسلاس طيب لماذا ماذا بدأت كلا أغاتي قرضاً وحيّر هذين كوع اللايين إنين الدلالة اللفظية هين وحادكو قاران قفكو انتو وح أمره مو النقيض كيسي ماذي حسابه سنكسو كتشرين بعد عكرت هذا وحو الدليل ويهي إنونا النهي عضيدي هين بدليل ويهي قلنا وحانري لا أي لا نسلم إنو هالمامي كروي ماذي حسابه كبا بحي كرت معنى الجواب من وجهين ويأما في مقامين مرنا ومنعي مرنا وتسليم جدل كساوي يا دوديس مرك هرهرت وانا ترى وحاد شيكتك وما وافقن ودن سنيفين هدو ان اون صوره قال كوت هي ميلاد كير قلقلت هذه ان اون صوره قال كوت مرك لباد مرك كوا دغتا سهدان او غلاده با يدنا جوابتا سان بخيونا ترى ويس خوغينيان هدو ويس خوغينيان مرك مرك هره وا لا قلقلنيا هو كلي جلبه جوابات بان بخينينا جوابته هره وا منعي تهنر على تقدير التسليم كو قلنا وحن لا لا نسلم إن غفلة أي كذا عكرت وسلمامين محير أساسنا هالمامين فإن الإجابة واجب بدون المنع يدل يسكره من نقيض نقيض كذا ترك جيا محال مستحيل وي صيغات كو أمر يسو حقيقة مركبة جزءنا الحسوسنات جزء كنا هذا الحسوسنات مستحيل ويده واجب تلفت هذا بحرمة النقيضة مرك حقيقة ذي مركب كاهي بان استعمال يا قيمنا وان حسوسنا هاي قيمنا ما حسوسني بس كحي كم جرتوا مستحيل ويا ده أنا نقد دايدي وحيير من حكي لنا معانا وجه الثاني قصلمنا وإن سلم هدي بالله سلم إن وغفلتك قد عضيو طلب الفعل جي ما هنا منع من الترك جي أي مدي حسابك بعضي فمنقوض وحال لو برينا يا بوجوب المقدمة مقدمة ده واجب كذي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما صانري مقدمة ده قفك وحن واجبية كفرية كأمري يمكن أن يغفل عنها ولا ينفي حرمة تركها لا يمنع حرمة تركها السبب غافل عنها بحقيقة ده واقع نقول تنلفت هذا هدي وإن غفل عنها لا يمنع عنه تحريم كده وكلمة دي لفظه فائدية سقى هدي وحسوس هان كبح هذي ينوفى إلى يدي دي ميسو سيدا تن مقدمة ده أبا إساقو هالمانسان واجب كو أمري وحكا لإنو واجبية أين أدي دين أنا كانتاي بيتن أكينيسا مركا التلازم كمد حايو إنا إنا حرم فائدين إنا غافلتاي التلازم كمد حايو النقض غاسا كو يمد
صورة أنك يدين كبا إنه هالمامي كرو نهيجينا أي فائدين يسوى هالمان صمبا ماشا تعالى هذه صورة دا تعالنا وحي آت كانتان مانع ويا آتر هذين نقضة إرداك بحوي مرك هل كاسو دو دي سكر عاي المسألة السادسة مسألة الليحات إذا نسخ الوجوب واجب كهدي لنسخ بقي الجواز وحرية خلافا للغزالي وان خلافينا سردا سكرنا واللوجي رهدايو إذا بطل الخصوص بقي العموم هل مد مركا انت ذا نهوسو إلى ناسي آخرين هل مد وهذا الكنكوس ليسي هاي فهم وجوبكو لبا معنوتا وان صومرني طلب الفعل يو المنع من الترك هذا لكن هل كان مكان شوقناي لبا معنى كانوا ليه وجوبكو وجوبكو لبا وطا الإذن بالفعل والإلزام به قيب تطلب كان لبا لاسكا كوبانتا إن لغو أقول يهينات سميسو إيه إن لغو قصبي قصبك هدي لغاد دايو أقلاشيه مجريا هل كاوي مسا قصبك هدي ماشا كبح أقلاشيه نوي كبح ماشا هدبا أريغا وجوبة وحيو استعمالان أعم من الإلزام بهذا الله استعماليا وحيلين وجوبكو الإذن بالفعل والزيادة وي وإلزام كيا هدي إلزام كيا لأن نسخو جزءها جزء كي كلا جواز كاها مصوحر ايا وإذن كي عام كاها مصوحر ايا إذن كي خاص كاها وإلزام كاها دير لأن نسخي إذن كي عام كاها ومندوكي يا مباحي يا مكروهي بكتران مصوحر ايا وحلقها الله يمتكو برارو نسكا ناسخة واجب كان نسخي هديو حكم كلو أحكامتي خمسة عادة يدي حكم كاسا لقاذن لكن واجب كيبا لن نسخي وبس وعلاق عموس وحيله هنا أنت لازم كده حين وهدي واجب كي لن نسخه جواز كي مدو كان نقضبا هديو عبادة دي هي استحباب وهان هديو معاملات دي هي حب نرشة كلام مباحات مكروهات بين نقل قراء انت كلاها اللو هين وضن بيس لكن إذن كي عام كاها إن لسامين كراء هيد مجيريا مسا قيبتي إلزام كاهيد هدي ماشا لغا ساري إذن كيو لنو كبحيا من هنا بيقب هاشاني كاقا شي إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم خصوص كي إلزام كاهدي لن نسخو برو ماشي برو أما با ممكن الوقوع النقوم وايو ممكن الوقوع النقوم واحد عكرا والنقوم وايو لمانع كي كلا عموم كها مقاليا سائل بدن سياد أسي الصورتان دو دو حيتهاي أنا مثيلة فقه كان صلاة دي بدهر ومغتقي دي قريم بعد مودينو قلايو الله أكبر باتر والحراتي طبعا دهر مقون تميكرو لمانع عدم دخول الوقت لكن إذن كعان كهاي الصلاة هل ينعقد نفلا أحرم بالحج في غير أشوري إحرام كوا عام كونه حج النوى وصف خاص لا يمكن أن ينعقد حجك لأن وقته سلمة قال هل ينعقد عمرة هل إذا بطل الخصوص وبقي العموم جوابت أتكبر حساد لا ينعم مثلا كقبحن مسائل كساس وكالاتو أفر بضا باقع إذا هوس إيمانية مسائل كسوق لي وحاكم إذا عاشورة واجبة نسخ الوجوب فبقي الاستحباب ضد وايمان كرتاعه لدليل خاص باستحباب باقى النقض مسألة أنا محل النزاع ماهين وحربينات في صورة سطان ماشى مسائل كسوق لي قاعدة الله يسكوها طيب هذا ما هذا نقيس إذا نسخ الوجوب وجوب كي إلزام كهدي للنسخ خاصية ذي أما جزء كي إلزام كهدي للنسخ بقي الجواز جواز كي الإذن بالفعل ذي عام كهي ويهريسة خلافا للغزالي ما حد دريشة المركة غزالي وحو دريشة وينوي مندونا على شكل اعتراضه إذن كان محاو دليله وحال اللي أن ندى على اللفظ قطصي على الوجوب وجوبك يتضمن وحو كلان صدي الجواز بنا ناشي على الإذن بالفعل بكلان صدي
وجوبك وحو كاكوبنا اللابا جنس يفصل بو كاكوبنا كان سلمك يا سو اخرين anyway معرف الى ثلاثه قسم حد ورسمي ولفظي علم حدكم وحوها فالحد بالجنس وفصل وقع معنى عام افراد بدن اي وذاغان يا معنى خاص هو هوس غليو قيب اي غار ليهين وحان لنا هي الجواز او الاذن بالفعل وجنس معنى عام وي وحا سو غليا واجبك مندوبك مكروه يا مباح كونه لازما ويهينا وفصل يا خاص هو صار يا صدح ذيك له وجوبك باقي لي صدرت طلب الوجوب كي وحو ككوبن يحي جنسي غودو اذن بالفعل او عامه يا فصل خاصه الزامه هذا فصل كي خاص كي الزام كا هدي لنص لفظه كتوسي الزامكو انت ان الزام كان لغارين معناها غودو جنسي اذن كعام كان وا كتوسي لان الداله لفظه كتوسي على الوجوب وجوب كي الزام كا كتوسي يتضمن وحو كلان سنيا الجواز إذن عام هابو كلان سنايا إذن كي عام كهابو قيب خاص كسي أيهي وجوبك والناسخ ناسخ وجوبك قيب تا نسخي بابئيين لا ينافيه إذن كي عام كهاي باقي جواز كها مديدي فإنه شأنه يرتفع الوجوب وجوبك وحو كرنقضا بارتفاع المنع ريبدي إنه كرنقطي من الترك كتجيتانك جزء الواجب كصومين عندهن طلب الفعل والمنع من الترك واحد منع من الترك يهدي اللي يلغيه طلب كعام كعبة هرية طلبه بمعنى الإذن يا بحرية كعام كع بيسوق لي يا مندوبك يا مكروه يا مباح كده حسب القرائن بالوك لا رجحه لكن إذا كعام كعبة وهرية لفظي أنا كنت صي إذا عام يلزام خاص الزام كخاص كاوحو ككوبنا الزام الفعل طلب الفعل والمنع من الترك منع من الترك هذه لنبع للنسخي لفظة الناسخي كاسو النسخي ما دام منع من الترك للنسخي الاذن بالفعل طلبك قد سوق لي اقتضاهنا سوق لي مندوبك مباحنا يو مالو اللي قلين دونا قاركونا قليين ويسوها ليس هذا نميو هل كان دود بالاقا كاني دود داني وضد قضية منطقية أصل كضدنا قاعدة ابن سينا عليه حيبي كسو فرعنتي باشو بيالف فوقنا ليس يجري سبان ما لك دبي ويسيدر كيسا وحيابها تاع حدودة هي أكثر كورتة فوق هذا هي أصول كي علوم الشريعة وحلا استعمال تعريف تودو والرسوم حدود ما أكثر كوحلا استعمال والرسوم حدود ما حد جنس عام يفصل خاص ككوبنتا مكي تامتا مكي حد ناقص صدتا هنا فصل كخاص كلي ككوبنتا هذي الصفات هي عرضيات هي صغلان هي خاصيات مدى ترى هذا رسوم بين نقطة هذا هذا يفصل هي عرضيات إسراعانا من جنس قريب إسراعانا تام بالا رسم تام هذي كلام على كل حال ماشي هذا بدا قلنا قندونتا حد هذا قضايا العقلية منطقية مركز تعريفيا جنسي قد هي فصل كي خاص كاها هذه فصل كاللواية بطل الحد كله مكال حران قاعدة سو ابن سينا ليه مناطق ذي سغن محل إلى ذا ابن سينا معلم الأول وارسطو معلم الثاني فارابي السغن الشيخ الرئيس بالي إلى ذا ابن سينا في علم المناطق هذه مركز الإمام الشيخ الرئيس بالي هذا لقب كاسوريه لقمة لقمة قبصة لقمة دوته رجاسي وحي الشيخان أرسطو إيو فارابي إيو معلم الثاني هي ابن سينا إيو في قواعد علوم منطقة هي رجت دم هذا قمة دوا حلان من الملاها وحكسوا تورتورا يعني اعتراض دير باشير وحوان يرجع على أيام معانا رجال اللي قد بهدين وي سووا حلوة يا مرك وجنس عام كا هذه فصل كي خاص كأبرو بطل الجنس العام كله صدرت بحولي هذه فصل كي خاص كهي الزام كألا نسخي لما والله وضع نسخي بيكينيسا تيو سوحك تيو
قيل وحال يري اعتراضهان الجنس جنسك عام كيه يتقوم وحكو تاغن يحي او جريتان كيسو كخيران يحي بالفصل فصل كالزام كي خاص كا حتى كو تعريفنتيس فيرتفع جنسك وماشا وكبحيا وكرنقن يا بارتفاع فصل كي خاص امر كرنقو ما كا حري كران فصل كا خاص كا حري كلا جنسو هادو ارتفاع لكن فصل كي خاص كا وماشا كبحي جنسك غود ما جري كرو صاد وايو جنسكاني وحبذن بكرد حي حقيقة ماشة تالل لنا صخي مركبة ضنا يحيد من الجنس والفصل هادو جزء برونا جزء كلانا ولا بريا هالكاسيد هن كنا واجد يجوابه كنا مرك أنا جنا قلنا وحان اللي بيقولوا كجوابني لا لا نسلمه أو حلو يحي قابك وبري أنت عنصيش العيو وحير الجنس كان شريتان كيس فصل كنا إلا وح إلا دوا هديبة اللذي مؤثرة هاي ماشي أي كبح ذنا ويحيو أن ماشي وكبح حيا كان يحيو كليه لا أي لا نسلم إنه فصل كان إلا أوياهي جنسيه لم نسلم وما لم نسلم حادو قتشي دان هدا ترى هذا وحيو كليه هاي جنسيه إيا فصلكو وعلابع اللو مذو البنى السيدة هذا التأثير أولي هذا هاي mid haday burta takalanay burta ka laazim imeeso jinsigu san illa ahayn fasalkuna illa yahay lam nusallim ama qaar waxa u dhigaan markay fasirayaan waxa salama la illa nusallim waxaan uga jeednaa waxaad ka hadlaysaan waa ilalkii aqligaha waxana waa ahkam sharciya ahkam sharciya ana wujub iyo jawaaz iyo ilal isuma noqoto laana ilal haday usugu noqoto قدم بعضها وحدوث بعضها بعد لنا يسوع إلي يا معلوك وأنيك له الرئيان وعلى وحكم الشرعي وعلى قدم المساواة كان جوازك جودة هي كان خاصك وجوبك إلا يسمعها وهي علاه ده يسون نقضان مسألة دي الحادث التعلق عن كسو مرني بعد لنا يسوع حكم كوا وذا قديم كنا وقديم كنا وقديم والقديم لا يؤثر في القديم أروح الكاس بعلى سلسي قال جواب لبعض وين سلمة هدينو عليها أن سلمنو حليه ما سلمينو ارتفاع هذا إنه كل لازم يصير ارتفاع هذا بأن اللي سلميني فيتقوم وحكو استاق يابو يري بفصل عدم الحرج واجب كيبا سكلا هدان إري كلا لغو قدقيا مركي للربا وحين للسامعيو إيادو وجوب كي لغاها اللييو بامرنا طلب الفعل لغو دي مرنا إري كلام لا أذيكسن هذا واجبكو لبوك كوبية هداي محن صوني طلب الفعل منع من الترك زوما لفظي منع طلب ما بدلينا الله حاستعمالينا منع من الترك الحرج على ترك ما عندهينا صون نتيجة كلهم ما المنع من الترك الحرج على ترك تي الله ينطلب الفعلنا عدم الحرج على الفعل وجواز كعام كهوي جنسي عدم الحرج بالنقن إن عن عدم الحرج باتي لي مرك فصل كاسي أوه جنسي عام كهاي إذن كي جواز كها بدل كيها المنع من الترك وحاب بدلية مرك الله نسخه عدم الحرج على الفعل بابوس كيسي بوحنيس جنسي عام كهاي إذن كجواز كها إيا فصل كي بحيو منعيها مركي كان وبدلنا هل كاسي بيت شاكاد وعند ما يسترن دوميدون باب بحي وصف وصف كالوم باسوق علي مركي محان ماشا هينا إذن كي عام كهاي وجواز كيها إيا عدم الحرج على الفعل الحرج على الترك دي فان عدم كهر مرنينا عدم الحرج على الفعل نسخه عدم الحرج نيته على الفعل حقك كاني ناسخا كفايدي سني مركي وجوب كل النسخي حرجك على الترك على النسخي عدم الحرج بين نقطة هذا عدم الحرج كيو جنسي كوريسوغي وإنما ما يسترنته جنسي فصل بان هاي سناوي مركي ارتفاع ارتفاع وكل هذه ماشي قبح وحي هذا هذا منطقي وحي كشي وراح تجي نمحوكها الله ينظر على كل حال
المسألة السابعة مسألة الضباط. الواجب واجبك لا يجوز مبنانا تركه إن لغته، لأن واجبك هو مركب من جزئين، طلب الفعل والمنع من الترك. سوين ترى عورا ما ينصر لين هذا حقيقة مركبة أو حيكي ليس واجبك إن لغته كريم هذا سو حقيقة هذا مسلمتها إن هذا اللي سوء علي والله كان محاك يعني قولا يلي واجب والي واجب لغتي كراجرة قولا حيدين واجب لغتي كراجرة وكاسي وحيري وقال الكعبي من كاسي وحيري معتزلة كمذا رأس الطائفة كعبية اللي يرادان أها أتباع بضان ياشي فعل المباحي مباحي سمينتي سو ترك الحرام وي ترك الحرام وهي كده كان طيب مباح على السمي لأن الترك هو فعل والترك فعل في الصحيح المذهبي وفي صحيح مراقب السعودي يجري ترك ما كان لأن هو فعل السجن هو إنه إمام دونتا مؤلف كيجو تقريرنا يا تركه أما ترك كم قعوة ما كف كم قعوة إنه فعل يهي يترتب عليه اللوم وإنه إمام دونتا مسألة التكليف قف قرم فعل كمكلف كنا قنا يا مركا تغنو مركو وقت وسواق لما واجب كويه مكلف كتب مثل مركا صلاة الله أكبر هذا التكليف تقول بالله ورا يسأ أمر كوه جامع مركا قال له بدر كده أنت هل كان وحولي هاي مركا نين كان وحول يري ترك الحرام وواجب ترك كان وبذاته وفعل مباحوي مباحنا ولا قتي هرا فنتج من ذلك فعل المباح وحاول ترك الحرام وي وهو ترك الحرام كان واجب وي لبدا مقدمة صار نتيجة معنا نقول مباح وواجب نقول وفي نفس الوقت مباح ولا يتكرر واجب ولا يتكرر قلنا وحنري لا أي لا نسلم إنه مباح واجب يهي أما ترك الحرام كمباح يهي لا نسلم بل به بالترك مباحس اي وبغيره يحصل ترك وخدعه محرمات ما كانت تكتي قد تكون منشغلا بواجب ان مندوب كما كنت هي وادعي كرت يعني مكروه كما كنت هي وادعي كرت ان مباح كما مشغولين وادعي كرت مركه تركي وسائل تركب مباح كميه مركه تركي ان لو حصري مباح سانا واجب لغا دغه وا غلط بينه الترك عام من المباح قد يكون بواجب قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون الى اخره ولذلك بطل مربح كل هذا الصقل وحسري ان حسري سن مشى كبحي كبحي وقالت الفقهاء وحيدهن سؤال قالت الفقهاء مسحبه كيف الفقهاء مؤنث با جمع التكسير يجوز التأنيث والتذكير زوما طيب يجب الصوم وواجبية على الحائض قبل على القفت والمريض قف كاشرا والمسافر واجب كيهنا محايل لأنهم يجو شهدوا الشهر بشر حاضرين وهو بشر موجب بشر صنك واجبية لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم موجب كي مره دو تشوغو صونك مسافر كي مريض كي حائل دو واجب ساسي ده سوى القبطان صوما ودليل واكو لما الدليل بانو هاي انو واجب كي كو لان موجب كي واقائم فمن شهيد عموم كاسي سو قريان وحائل دي فمن شهيد دوي مريض كي فمن شهيد دوي مسافر كينا فمن شهيد وي هذا واحد دي عموم كي سو قالين موجب كي دخول الشهر هانا سو قالي واكواجب كو لبا وأيضا سيدو كان عليهم القضاء وقضى واجب كوا بقدره قدر كي اي كتغير قضوها دو واجب يهي واجب وحو بدل كي يهي كي اي كتغير إن بدل كان واجب نقضو مبدل منه جينا وسن واجب نقضنا ما دعي كرتو كونه قضاها بدل كواجب يا وحيد دليل وتهي كبدل ككاهن واجبها
لولا عمرك هذا سكو درته وواجب أسوق مقاو قلنا وحانري صحيح شهر هو موجب لكن العذر عذر الدار كان مانع وي صح سبب موجب وي دخول الشهر لكن إنما يكون أثر السبب عند توفر الشروط وانتفاء الموانع كان عذر مانع عيالة فلم يكن له أثر في الإيجاب ده مركب صوم صحاي الحالة يا مسافرك يا مريضك صومك واجبك معها محايا لي جوابته هوري اعتراضين سبب الموجب قائمة مانع با كنت على القيوي سبابتي وحواجبين ليسي هدوم مانع تيرنا أثر كذي ما يارته صح سبب موجب وأقول هاي لكن واحد كتك تن مانع بأي من الأثر في حق هؤلاء كو والقضاء جواب تقيب طلبات قضو هنا يتوقف وحكوتا غيه كسل اسماء كل اسماء على السبب أي على وجود السبب السبب كموجب كأنه تشوه لا على الوجوب وجوب كحقيقة عينه ترى معها أفرك إنه حقيقة معها لكن سبب كأنه قائم يهوي بدليل وإلا لما وجب مواجبين قضاء الظهر الظهر إن لقضي مثلا على من نام وقفك يستحل جميع الوقت وقت قولا قفك حالا النوم مكلف معها ولا يجب عليه شيء مكلف معها هدنا قضيه وكواجب لقيام السبب هو دخول الوقت فكذلك الحائض والمريض والمسافر إنما وجب القضاء لقيام السبب لا لتحقق الوجوب انت صورة ضد وواضح حوانه بلينا يا قاركوت بات جواب كلب بحييه وحير أهدين أصلا صوم حائضكم بواجب مريض مسافر أصلا كم بواجب وإنما وجب البدل ولم يجب الصوم كسعو انتاسي بابك هرينا وقلنا ما لسيد حيثي فصل الباب الثاني بابك اللبات فيما لا بد وحي لما مارمان وحل الحكم حكمك منه إساق إيه لقم مارمان وطهي وحيابها إن هذا قونسوطة إيه لقم مارمان وطهي حكمك أتصابرتي فصل كوار بابك هر حكمك وها حكم كاس وحيابه وسن كم مارين باتنا لبرت صالحان حكمك صابرت يا حق للحكم كان إنه صار من هو الحاكم يا مسائل لحريروك وهو الحاكم حاكم كيوي والمحكوم عليه كلا حكمي وبه كان وحلو حكمي وفيه ثلاثة فصول حاكم يا محكوم عليه محكوم بسدحة فصل بككوبية الفصل الأول في الحاكم وهو حاكمك الشرعوية دون العقل عقلي وحما حكمه وعن كهل الله إنه فقهياتك لا في العقديات أما في العقديات فالعقل رقنا شاعر هذا وحقره عن كهل الله لما بينا وحن الصعد إنه بدليل عقلي ونصر حاكمة هين من فساد الحسن والقبح العقليين أن كعد إنه صعد إنه ما كعد إنه في كتاب المصباح المصباح في أصول الدين كتاب كيسل يراهدو بان كفه فهي مسألة ذاسي حلقة ودونا فنقة تخصصي سوى حقاس حاكمك وشرعك عقلك وحما حكمه إنسان عقل وحكومة إننا مسألة ذا التحسين والتقبيح العقل بان كفه هذا اللي ته وفروع ذا تنقل هي ويده فرعاني لابا فرعو على التنزل وسودك كلسا سلمنا إنه عقل وحكم قاري كارو لابا مسألة عنك هذا الله شكر المنعم هي الأفعال الاختيارية قبل البعثة لابا مسألة عنك هذا الله ما موقف العقل من إيجابهما أو تحريمهما إلهي اللي هو الشكري الفرع الأول شكر المنعم الله هو منعمك اللي هي خلق النعمية إن لقو الشكري ليس بواجب معها عقلا عقلك ما واجبين أيه طيب وحيسكو قبتين مسألة الشكر المنعم محاله وجهه شكرك محاله وجهه لو التفسير بيسكو قبتين صورة الظاهر كتصرفاتك القاضي البيضاوي ك
كل أنواع الشكر اللغوي الحمد لله يا اللهم لك الحمد يا الثناء على الله يا رضوي. ولذلك أجودي سيكو إمان دونتا الرمساسين وكسليني قولك سيدا سنة قار متاخرين تي كميدو بدن باكو تغي جلال الدين المحلي باكو كميدا مركو جمع الجوامع بدر الطالع عمركو كهد لي جمع الجوامع وشرحي وحا كميدا الأصوليين تا مشاهير تا كميدو أبهاري اللي يراد قلو حيليهن اللغة متشهدو الثناوي الحمد اللغوي قال له متشهدو وإنما وحال اللغة تشهدا الإتيان بالمستحصنات العقلية وترك المستخبثات العقلية بلغة كذا صدعي السوق خلافين مسألة التحسين والتقبيح العقلي أنصناف مياه وقيبة النقصية كمالكم متفق عليه مياه مسماها ومسألة نزاع عند الأشاعرة قارب على أذر نقصية كمالي وحكى لطون عقله ومكرا قارن كرو قارن وحي سوق قرين يعني اتفاق كوي اتفاق سوق قرية إن قيبة عقله وقارن كرو باي ماذي كلا أقواشو ذي مركي أجوذو ذي كاي تحليلين أيان بيناهن جواب كيسان صح معها لأنه اتفاق هيد بكهري مريا يستغل الجواب كيسان أصلاب باتفاق كما اعتراف سنة كما صليسنا مركي وحكوليه عقلي هدان ميزانه شكر المنعم واجب معها بدليل النقل والعقل إنه واجب هين إنه واجب هين بدليل عقل واجب لقدت تغي لوم يا ذنب يا عقاب على الأمة صومة إذ لا تعذيب مجرى عقل يهد نقل يهد وات قبل شرع مجرى لقوله تعالى وما كنا منا هان المعذبين وعذاب حتى نبعث رسولا صارت ترك الشكر ليسوا قبل ما يرسوا عقاب ما قبل البعث إلا قبل الشرع شرع وحكومة معاني هدان ليسكوا قبنين لازم ما بدليل النقل كو توا نقله عقلينا واكن دليل كيس دليل كعقله ولأنه شكره لو وجب هدو واجبه لو وجب وحو واجب لها إلا ما لفائدة المشكور إن الله فائدة قبه كان له شكرنا إن فائدة قبه وهو ألنا منزه وكان نزهية صابتها فائدو كقبا نوع احتياجي باهي بيت الماميسا وحكب النعناء بيبوحينيسا فإذا محلو قتشي ذا جلب منفعة أو دفع مضرة إما شكرقا إنو يهي لفائدة المشكور يو الله أو يهي جلب منفعة أو دفع مضرة وهو منزه تام بابا حيس كبادة عمرك وباطل وباطل المرك أو للشاكر أما قف كان شكرنا إياه فإذا كو قبائنا النقطوي في الدنيا وكو قبا الدنيا ذو كفائدين الله محو كفائدي وي وأنه شكرنا مشقة ويهي بلا حظ وحنافه إلى إذان لارك الحمد لله الحمد لله الدنيا لفتت كقاري محيط داشا يحيق ذي الدنيا كفائدي هدين الله وأتعاب النفس ومشق قريي ما فائده الدنيا والله تعبنا يا باشا فتعلينها هرتا مركا منفعه ما فائده شاكرك ان قنيس في الدنيا ان تشيرين هلكا ديك ما صهري او في الاخره اما وحنا نهدان شاكرك فائده كهليا في الاخره ولا استقلال لك يوم صحيس للعقل عقلي بها اخره وحل هلي اخر شرع با حكمي كره بسر العقل وان كان لين اخره وحس عقلي بكيري كره صدرت قفكينا مشقه جريسي أدونك فائدة وكهيون مشقة هين ملها آخرنا إنه بس فائدة كهري شرع بحكم كره عقل مجاري كره شاكر كيف فائدة كهري مشكور كفائدة كهري ومنزه وقول باطل احتياج به كنيسة فدل العقل على أنه غير واجب ولازم تضمق شنوري إيه مركز طيب قيل وحال يجري منفعك وشرتان ذي الشيء النايو في الدنيا يدفعه حوسك غفوين يسكر ربيا ظن الضرر الآجري لآخرة إيمان تكرة بكهور تغيا على صيغة استدلال هدانو لقنو وحيليهن شكرك إن للي مادو ضرر آجري أو دعي كرة بكهور تغيا ودفع الضرر الآجري واجب ضرر يبلا صوصعه دعي كرة ظنك غالب ظنكونا وهل هو عمل فراغ
فوجب الشكر عقلا ويظن غالبها إن وعم الفلو قضية عقلية ومدارك مدارك تمراتب تهذي كمدة وحي أبضان تهي أما يدعكر تضر إنو كاسو وقارو الباب كا إنا تسكسي حدو عقل قوة لازمينية بلي هو واجبينية مالك الضرر محتملة بالا دفعينية قلنا وحانلي قد يتضمره شكري اللفتي سهداء تصاقوا فكرتان أي قد يتضمر الضرر إساق شكري اللفتي ساب الضرر كيري كرا صادرتين ما داب اللهم احتمالا هينو إنو الضرر دفعي إنو الضرر كانو استسحاب الأصل يوقف كينا لقوة يتبين نمبو عقل وكينا يا إذن كيف يتضمن الضرر من وجوه لمرك ثلاثة وجوه صدح صدح لبو كيري كرا كو لأنه شاكر كلفتي سو أذيقي عنيقا شكري أولئي من أيو تصرف وي في ملك الغير اتكر ملك جيدو اطلقو تصرفي وي اما يتصرفتي بغير اذنه مالكون اذنه اذيقا وان شكرين له ملك الغير باطا شغل كا شكري اناد قشوذا مالك جاقي اذن كهي سنن ضرب كيري كرتا اريسا الهي كماله اللي يقول احسا كودر لا تسميسو درس وكما إيمان كان مملوك تصرفي في نفسه تصرف وسن مالكي سوى إذن إذن قد يتضمر الضر أو تنين حدود يسي قد بيو مالكي لهاي ونوع إذن شكري وياكو درس هذا اللي يريه هذا ياكو إذني ودعك التعبيره واحتمال واردة مركز شكري ذا شكري ذا ياكو درس هذا اللي يريه أنا كودر عربك عقلي أن كسي سيد ويتعابي سيد ومشقول سيد شكري لأنه قف كان شخصي كان شاكرك أما شكري تصرف وي في ملك الغير بغير إذنه إذن لا أنتس مسألة سنة ضربي كيني كرتا يمكن قد يتضمنه ديوان مالك واحد لو تصرف في ملك الغير شاكرك غيرك هاو ملايين وشاكرك تصرف كي سيساقا مملوك لله مرك في نفسه يتصرف كيس إنه صمي يوحى الله إذن ضرب كسو قاري كراكو وجل بعض ضر كيني كرانواك وكرسته زائب ونقون كراسيدي تاسياس وكالي لحقارة الدنيا الدنيا ذات معنى الضر هذا ما كان يقنو بالقياس اللو غنى قياس طول بربر ديقو إلى كبريائها لوين كيس كيف وحيدا الدنيا ذات مهما لقون نعمائيو نعم كيوا متفاوتا كو شكرنا نري وحيرو روتي إيه كوب شاهو لغسي خلقي إيمو نموين أو تاجر أو غني أو مدح هدو كوب شاهو كابح إيه فغارك سألني استاكتو نيو ما مانتو بسو عايد ما مانتو بسو عايد إلهي أو غني إيه أو كبرياغي ساعة تقان أدويو لن لا تزيل عند الله جناح بعوضتنا مركض نلو بفغارة لا استاكتو كبرياجيس يا واحد أقول شكرية يصير سؤال عني سيارات يصلى يا أبو وهذا ذي حوا واستزاب هذا قصة بس تلو بدها وين عكرت ويا وش صدحت ولأنه شكره ربما الله يقعون صندعين بالله الله أركان الله إقن متكو هبون قاب كأن الله جو إذنين وشكر ذي سقام مناسبة نقوم بعد عكرت وحكا خل دمان وحود تفاصيل إياه قد يتضمن الضرر تضايق الرقص يا الله عرقت ابن مالينيا قيل وحال يري ينتقل تقسيم كنه روح كبر اياه بالوجوب الشرعي واجبك الشرعي وحتى لذا وجوبك عقلك اما لفائدة المشكور وهو منزه واما لفائدة الشاكر في الدنيا وتعب بدون مقابلة واما في الآخرة سمعنا صادهن واجب كشرعي تقسيم بكل دبق صلاة هني عبادات كشرعي واجب ويا ترى هذين هل هي اللي فائدة المشكور وملاه وأباهن مايا مشاكر كأجر كه فائدة كه يا دونك صلاة هني ويسدن يسون كان قاعد كذا مشقة تعب مين محا دونك الله تعبان كراه ولا جه رابيده يا رب مطال
تقسيم كعد كنتين كان كود دبقة واجب شرعي فما كان جوابكم فهو جوابنا. قلنا وحانري إجاب الشرع شرعي واجبين تيسو لا يستدعي مضى البنية فائدة فائدة حكمة هي نفي الحكمة وهي مثلا على قول الشاعر سير نفي الحكمة كتب الجمارة فعل كان أحكام شرعي واجب كيسو إنه اللي فائدة النقض لا يلزم بل إلهي نوى تبيا لغي يابا لا لفائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة جوابته حي غلط في انا قاركود جوابتي بحيان ان يرى هذين لفائده المشكور معها لفائده الشاكر في الدنيا انا معها لكن ولفائده الشاكر في الاخره بكفائده يا لان علمنا ذلك باخبار الشرع لفتس شرع لفتس فائده اخرى له الشري ولهذا وجب قرر صانيك قلت جواب قرح صانيت قرر الحكم كي هي فائدتي ودن باوامر الشرعيه ما شكرا صارتي يا واجباتك وحبوب أنا يكها الله يعني واجباتك عباداتك إلهي نتكو شكر ذو فرع الله بعد مثلا الله بعد هدنا الضوط كلي الأفعال الاختيارية أفعاش خيارك أتكو سميس وحلو قدش إذا أفعاش أتكرر تجي كرتو سمينا كرتو أفعاش هو الله اضطرارية اختيارية تنفسك على نفسنا سواء اضطراري خيارك على معه فعلا اختياري وانا تصيحتي انا صوتوستي انا راشن عنتي انا وحبتي انا استاكتي انا فريستي عفاشن اختياري جيه هدارتنا اتصامي هدارتنا اتكتلي ويوح لغي الافعال الاختيارية عفاشا خيارك قفك كوحينو سامينو دايو قبل البعثة ام بيذ انت انا صوت صاري النبي قال صوت بحلين مباحة وي بناني ضدك ودبي كمسو قارينين عند البصرية معتزلة البصرة كو يو بعض الفقهاء فقهاء الشافعية اللي حنفية قاركوت ويبنانيت محرمة حرام بيهيت عند البغدادية معتزلة ذي غير بغداد إيه وبعض الإمامية إمامية ذي 12 ذا قار كمذا إيه وابن أبي هريرة من فقهاء الشافعية كمذا وتوقف الشيخ أبو الحسن الأشعري وتوقفي وحران إيه ومباح من مدهن والصيرفي وبكر الصيرفي الفقيه لوضع ويتوقفين ويتوقفين محال لقوة ذا توقفك لبا تفسير بوالله سمية لا حكمة لا حرمة ولا إباحة الوفا سرا بعدم الحكم وحكى الوفا سرا بعدم العلم بالحكم إن حكم لا ذهي ورمهين هدي لا ذهي إباحية حذر مذيه ورمهين لوضع تفسير بلادي وفسره الإمام رازي وكفسري بعدم الحكم توقف كأنه يهي حكم ماله والأولى سيدا كهبونا أن يفسر وإن لفسره بعدم العلم بالحكم حكم كنا لقرنين محايرا لأن الحكم حكمك محاي بعدم العلم كهبونته لأن الحكم حكمك قديم وعنده عند الأشعري أشعري أكتس ولا يتوقفكم استغى تعلقه تعلقه إنه كنت تعلقه أحكامته في أفعاشه كنت تعلقه على البعثة بعثتكم استغى وهي حكم كان قديم قبل البعثة واي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ولتجويز تعلق حادث حتى عند الأشعري كما حرنا الرسول ولتجويزه حوبة بنية التكليف بالمحال وحيوة مستحيل كائن مكلف ليس غد وأيوب بنية فصل كصوص عليه مثلا أكو من دون تعريف المحال هل كان صدح قول بوك يعني مؤلفك أفعاش اختياري هو محرم إيه ما هو مباح إيه ما هو توقفينا توقف كينا لبا تفسير بوغري ميد و خوي يري امامك الرازي با قبا مين و خوي يري واسيده و رجحه الصواب كهو عدم العلم واي صوابته و رجحه عدم العلم غا انو اوغا جيده اشعري و حسن اشعري الصيرفي توقف اشعري انو اوغا جيده عدم العلم و هو كرجحه لبا حكمكو عند الاشعري قديمه
حكم ما جري هدي اللي يرادو قديم كي بيكواري ما ليسا إيوه إيضو يسوي التكليف بالمحال مستحيلات بوبا قباية وسن بعثبة أبهانين حكم كيف عاشن كو تعلق على مذهبي هل بدو كو خلد من مؤلف كينو وفسره الإمام بعدم الحكم وغلط بل رازي في المحصول لبدا تفسير بوك يعني نص عبارة محصولك وحي أهيد سيدا صوصعته وحيني ثم هذا الوقف تارة يفسر بأنه لا حكم وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم وتارة بأن لا ندري هل هناك حكم أم لا وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر سيدا سيري ما كان لبدا تفسير بوك يعني آخر كما باحثة مركو مريينا عدم العلم بو كتر رجحي وكان مؤلف كراجحي وحال نص هذا الكسوحوها مرادنا بالوقف أن لا نعلم أن الحكم هو الحظر أو الإباحة سو عدم العلم ما وهمي مؤلف كان بيضاوي وحكيمت وحا يسغخل دمي اختيارك تفسيرك عدم الحكم يا وحا اسكله رجحي الارموي في الحاصل واصل كتاب كان بامركو لبدا با شيغي عدم الحكم بيجري وهو الحق تيبو قاطا انو كسو غورينيو الرازي محصول كيس لكن جمله ذا ترجيحه وهذا الكي اختياركي ارموي لبدا سا وخوغا اسك دخغلي مؤلف كان بيضاو طيب محل يسود لي شري مرك احتج الاولون قوضي هوري ومباح تري إباحة الانتفاع بالأشياء قبل ورود شرع وان بحيد ريشدين واحتج الأولون وحيد ريشدين بأنه انتفاع آسي أما فعل كاسي انتفاع وي خال كمرا عن أمارة المفسدة أستان يا علامد مفسده يا ومضرة المالك مالك لها دبكيس وفيباح والله بنين يا كل استظلال إن أظهر ست بجدار الغير قفك للدرب وله والاقتباس إن أتكق هذا دب قاضته من ناره دبكيس دبكيس أولى لي جيد إن تتوق قاضته أولى الكبحة يهض دب كشة ذاته وحما ذيل والبناتي بدون إذن بينها وايو أذى أنا منفعك وشرت إسنا وحما ضرة أو مالها هل كان وركوا مركب وحير هذين انتفاع أشياء ذن الدون كلاجو انتفاعيو منفعنا ضدك ويقول هذا الله أنا وحما ضر رأيي مفسد يسوق جالسين يسمشرت ومالكي سيدي خلقي كان كقياسنا إن قاعدة وحي بنا يسي إن وحلا على الجرب اللي هرصدي ضب لقات شتاي ونقفك إلى وحبي يلي إن إذا إن أبهن بدليل إن أنا ما ضر رأيي أمارة المفسد الحين على المالك وحنا أرجنا إلا ذا تعليل كإباحة إتنا نكوب بناينا إن العلة الدوران وي ما كان أرجنا إباحة يعدم المضرة على المالك والمفسدة إن إزدبوا رجيان علمنا إنه مسلك مسلك من مسالك العلة الدوران كنوت جدارنا إن العلة التهي عدم المضرة فما كدام بنانات تنا ونوقي يا سنة وبنانات هالكاسي تجين دليل وكاس دليل لبات وأيضا المآكل اللذيذة حيابها على عنين معان خلقت وحلو أبوري اللي غراضينا باهيدين ينفقنا محيالي لامتناع العباثي عيار وممتنع واستغنائه لنا ودورتوية وكبه كم معرما إلهي إنان دهانو إساق اللي حاجتي بو أبوري مرد عكرتو فهو مستغن عنها كو لا لنفعنا ولا لشيء الله أبورينا ربنا منزه عن العبث إنه أبوره بحاسوها ري لنفعنا والله أبوري وليس للإضرار إنا ابتنى الله ما أبور اتفاقا ولا خلق كما ديو فهو للنفع بو أسقنا ري وهو النفع إما التلذذ إن لقم محر مع معانسه لقم راحيست أو الاغتذاو إن نفق الله قدكته أو الاجتناب إن لقفق هذا مع المير النفطه ولا حالي سوى تشعر الربطة إن لقى إلاليو لقم تعبده ريبتان كاي الله دغالان كان نطي هوده
أول استدلاله إن أستان رب تشريتان كيس لو دريشة النقط ولا يحصلوا إنت مننا لما جاري كلا إلا بالتناول إن بحنا لدمية فلاح الله قال معهن اللي قم عاسر النوم حتى النفط نيت شعلات أنا ما كوري وحنا نفط ويتشعشة وحل دمية ولا جاري إذا قسمه سوى حدا قال إذا قسوا جيلة نفط كشعلاتها نفط شعلاتها أنا ما كوري بيه إلا تطاطاطاط بقول الرئيس وبعد إلهي إن الاستدلال عمتا معان سوء أبو رأي ودري شتاي سمعان كنا الله بسمة أنت بغرض كله أبو رأي لابد له من التنعول فدل على الإباحة الدليل لبعض الوكاس لو ذا دليل أني كتشواب مرك ووجيب عن الأول الدليل كورو حلقة شوابي بمنع الأصل أصلك باب الديني قبل الشرعي إنه بنانايد بابن ديدنة كو إيه وعلية الأوصاف أوصافتا إنه علاه إنه وان ديدنة أوصافتا علام ماها قياس كون علا مشتركة مركة اتمادو يمادا أوصافتا عدم المضرة إيه علام ماها وهي مناسبات كدح حيساي مموقتو محاسو هاري الدوران صوما والدوران ضعيف وي مسلك إلى الكلوس يقول الدوران كذا قادنا مسالك العلة قياس بكوي منظنا ومسلك ضعيف فبطل ما قلتم وقياسك يا كو وعن الثاني تنلا بعده طعمتها أن أفعاله لا تعلل لما علية بالغرض منافع لكم علية نفي التعليل كسبنا هذا كلام بغض وين سلمة هذا نسلمنا سلمنا منافع بالوع اللي له في عشية حكامتيس فالحصر إن أنت أتكسر كوبتان ممنوع وي بل قد يكون لغير ذلك خلق جيس وهذه ترى لأن المآكل اللذيذة ترى والطعوم المهلكة سمو الصمت أنا حلو أبوري هذا بحصر يا ترى ذين وحن وحلو أبوري لغرضنا نفعنا ترى هذين بطل وانتقض بالطعوم المهلك حلو أبوري كرا انت وحنا هينو للمضرة حلو أبوري كرا مضرة ونوع ابتلاء سيدة أمراض لسوق صدره إذنك وحتى لها نرتا يوحنا إلهي أبوري قيب صموم سوكو مجرد خلق جيسا قيب مضرة سوكو مجرد اللباحي يمسكي يمحنوية كوانا وحكبها هدي والله قيب كلا صواب بحري انتقض الحصر فانتقض الدليل لمرك وقال الآخرون قال ذي كان التحريم كذا يودي لشهدين تصرفهم وي بغير إذن المالك فيحرم حرام النقن كما في الشاهد كسير الشاهد كمخلوقات مخلوق قياسا على المخلوق واي مخلوق حول أولي هي هنتيس بدون إذن إلا تصرف بنانت مايا فكذلك الغائب من قياس الغائب على الشاهد واي ورد وحلقة شوية جنا بأن الشاهد يتضرر به كل بودا دون الغائب الله سكوا بدي بود فارق مؤثر شروي كان وحالات ما فهمي كرا ضرر بكسو قارية كان ضرر كمسو قارية يدا فارق لتهوان كرا شري سكوا متى كاركتين قياس مع الفارق واي الكايدا نكبح تنبيه براروجين عدم الحرمة حرام معها لا يجب مواجبه ما لازمه الإباحة حرام ما هدان كده وحني وموح كما دقنا محايا لأن عدم المنع إن الإسكر ريبين والتحريم كي نفي التحريم كيا بقى عم كعمسا من الإذن سوصايا المغر إذن كعمسا محارب ينوكو إلى ذلك إرأي قاني التنبيه إجاب الجواب على سؤال مقدر وان إنت عمركو سوقر ري بو سؤال إسهر لغي كاسو الجواب تيدينا سيدان كبحي سؤال شو وحيدة هاي افعاشاً اختياري هذا هذا ممنوع تهينا ومحرم هذه كلنا ومباحة وحواسطة نفي إثبات الحيانة مجرية زادة حوضان وان توقفين هذا الذين وحني ونفي إثبات مالده حوله قبضه لوها كذا ملا والخلق قال افعاش اختياري يسمين ايان هذا ممنوع تهينا وحرام هذا ممنوع تهينا ومباحة مرك واسطة وان توقفه النايه مال دحان لبدي بالرديده
ما حد صور يبتعد حق التاجنت سواش هسه إذا صور دقي مركز وحو كلية هاي شيء جن وعلى إسكم من عيي يا وعلى يسوء إذني إباحة كل لازم يميسو وايو إباحته يدون لجاره بن مباح إنه نقدنا وعلى غيابة إنه سن مباح نقدنا وعلى غيابة هدي شيء خاص كأل النفيو هدي خاص كأل النفيو ماي شيء عام كهدي الأقول هذانا خاص كإن اللي أقول يا بكانت بمعنى مركوسا حرام هين واجب نقون كرا مندوب نقون كرا مباح نقون كرا مكروه نقون كرا إذن كنا واحد جزميسين مباح بعد جزميسين قرآن محرم بجزميين أنا كنا واحد نري عقله ونا ما قران كرو شرع حكومين ما تشرو ما قران أي نحوم كسوحية واحد مستند عسكرنا ما لها ومن هنا واسطة كذي كرتوي مباح يا محرم منها نهين وكان يا هتوقف كيف تقريرنا يا والله أعلم.